Всем привет! Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Всем здравия, здравия, здравия во всех сферах вашей жизни! Всех вас приветствую у себя на канале. Очень рада, что вы ко мне заходите. Заходите ко мне почаще, хотя мы выпускаемся не так часто, но все еще впереди. لما الله شنو كاين في القلب يمكن نبلغ كان هاني وما داخل ميدا الحرب دنيا حقاره وكاع ما كتحس بالذنب وكاع اللي كنثقوا فيهم خرج لينا من الجنب قلبي مقبره الجراح اللي تصوره خلالي ماره اللي خلاني وتواره قالوا الشعارة باللي الدنيا دواره اربح وخساره ما قدم لك نواره ويا بني ادم يا اللي باغي تعرف مالك شوف الماضي ديالك شوف افعالك ولا تظن باللي الجبروت يعلي شانك يمكن غلطة وحدة ترجع لك حسابك سرك في قاع البير وعند الشارب منه لا ما تلوم المحبوب اذا خاب ظنه كاع اللي كانوا حباب ما بقاو يحنوا وكل شي متصنوا وخبي سرك المدفون يلي عمرك ما ظنيتي باللي يمكن حبيبك اللي كان يولي في دار العديان اصرارك يا ملي وخبي سرك المدفون يلي عمرك ما ظنيتي باللي يمكن حبيبك اللي كان يولي في دار العديان اصرارك يا ملي وخبي سرك يلي ما ظنيتي باللي يمكن حبيبك يولي كاع اصرارك يا ملي يا ما حلمتي دابا جا وقت الكوابيس ملي كل الناس يعرفوا اللي في الكواليس وكاع اللي قراب منك غيبانوا لك جواسيس غادي حكمك الشك في حبس الوساويس ويا صداقي جنانك بدموع المظلوم ما جنيتي من هذا باغي الهموم حكمت الاقدار اليوم تفضح المدفون وتصايق في الدنيا ملعون وماشي كاع اللي باين في الواقع هو اللي كاين وشحال من صاحب خاين الفرصة كان يساير وقلوب الناس مقبارة لا صرار ويا ويلو اللي دفن فيها نعار وبين الشر ولا خير ما يحتار غير اللي اختار يلعب بالنار وخبي سرك المدفون يلي عمرك ما ظنيتي باللي يمكن حبيبك اللي كان يولي في دار العديان اصرارك يا ملي وخبي سرك المدفون يلي عمرك ما ظنيتي باللي يمكن حبيبك اللي كان يولي في دار العديان اصرارك يا ملي وخبي سرك يلي ما ظنيتي باللي يمكن حبيبك يولي كاع اصرارك يا ملي وخبي سرك يلي Ничего не буду говорить, потому что тут что тут скажешь, блин. Обожаю Макса Коржа. По ситуации, по песне. Зачем ты мне вот это дал послушать?
Просто у кого вот это в семье происходило, тот поймет. Ладно, там, допустим, жены, да. А дети, которые остаются вот так вот, пацаны. Так надо на стоп нажать, что ли? Даву сейчас не будем записывать. Ох, а? Даву не будем сейчас записывать, заканчивать видео. Да. Короче, что я тут скажу? Фу, блин. Когда просто хочу обратиться к товарищам, типа мужикам, которые так поступают. Любовь там у них где-то проснулась к малолеткам, или не к малолеткам, ли, блин. Взыграла что-то, блин, а дети, ладно, там, я говорю, между мужем и женой, как говорится. Все, всем, ребята, пока, всем, пусть у всех все будет хорошо у вас. Ой. Пока.